بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية شباب. زي ما انتم شايفين تم تجهيز مطير تزاوج جماعي للكوكتيل. احنا دائما بنحكي عن الكناري والحسون، هاي المرة من كوكتيل زي ما احنا شايفين. فصلنا خشبة، هاي راح يكون عليها الأكواخ، راح تركب الأكواخ هون المنطقة هاي. حطينا الشجر هذا عشان يريح عليه الكوكتيل. في عنا كمان هون غصون شجر موجودة. طبعا راح يكون الاكل موجود والمي موجوده، وهلا بنزودكم كمان شوي بعد ما نركب الكواخ ونطلق الطيور بنورجيكم المنظر كيف راح يصير ان شاء الله. ذبحتوا البطل البيض؟ ملا ذبحتوه؟ لا والله الدب، والله بطل البيض. طبعا جهزنا الكواخ زي ما انتم شايفين، وجهزنا العلف. هاي العلف حطيناه صحون زي هيك. طبعا في مي وفي علف هون، في مي بكل اماكن المطير، يعني مي هون مي هون مي هون. لطيور جناح كامل، طبعا لطيور جناح كامل بتطير عادي ولا في اي مشكلة. طبعا حطينا علف ومي على الارض، على الشجر كمان زي ما احنا شايفين هون. وراح نزيد معالف كمان كمية كبيرة عشان الطيور تلاقي الاكل وتلاقي الغذاء. وراح نضيف كمان شغلات خاصة في التغذية. هاي الطيور هلا بنطلقها بالمطيور. طبعا كوكتيلات وايت فيس البينو وابيض عين حمراء، وفي كم حبة طفرات. كوكتيلات أليفة طبعا زي ما انتم شايفين. تصور بس بس هذا صديق المزرعة. وديش بيه
طبعا ابو عبد الله الكرخي دائما نصوروش متعلم اجى على ابو عبد الله الكرخي. هذا كل الشكر لاخونا عبد الرحمن اللي اعطانا الطير هذا الاليف. شكرا يا عبد الرحمن على الطير الاليف هذا. وطبعا التصوير كله في مزرعه عبد الله البرغوثي. حياكم الله. اهلا وسهلا ابو خير. وهي الطيور زي ما انتم شايفين لسه على ما تتعود وترتاح. وان شاء الله الامور طيبه. خلاص وراح نحيطكم بكل شيء جديد ان شاء الله لما يصير في انتاج وفراخ. راح نصور كل هذا الشيء ان شاء الله ونورجيكم اياه اول باول. شكرا للاستماع والى اللقاء في فيديو اخر.